انت اسمك ايه يا شاطر؟ جنة شريف. طبيعة شغلك ايه؟ تيك توك وسوشيال ميديا. الاثنين؟ الاثنين. واضح انك كده بتحب الفراشات وعامله تاتوهات فراشات كتير. نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. بحب الفراشات جدا بصراحه. بحب الهزار بصراحه والتاتو كتير وكده، وبحب البيرسينج برضه. بريتش. وور ار امريكان. التاتو ده انا كنت بداري بيه جرح. التاتو ده انا كنت عاملاه في رمضان، يعني حتى واحنا صايمين بعد الفطار رحت عملته. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخة؟ فلو انا بحب التاتوهات، وبعدين الديزاين ده هو اللي اختاره لي عشان انسب مكان ان احنا نداري منه جرح. الحمد لله. دايما الستات بتدور او البنت بتدور على ان هي تكون مثيرة في تيك توك. انت بتلجأ لنظام الاثارة والجرأة في تيك توك؟ صراحة انا بحب الجرأة جدا. اساتي لو انت صغيرة على انت بتعمليه. بحب اللبس المختلف جدا، بحب دايما اكون مختلفة عن الجميع. يا ضنايا. ايه اللي جذبك لمجال التيك توك؟ حبيتيه ازاي؟ انا اصلا من صغري وانا عايزه اطلع ممثله، فانا قلت ده اقرب مجال ان هو يخليني اطلع ممثله. التمثيل والرقص، انا بحب ان اعمل ليبسينج وحركات واختلاف وكده، بحب ادور على التمييز. لا واثقه من نفسيها، مش واخد بالك. بتعملي ايه مع الانتقادات مثلا، او حد ينتقدك او كومنت سخيف، بتتعاملي ازاي؟ ولا ببص له الصراحه، لان لو بصيت للكومنتات مش هنجح، ودول اصلا اعداء نجاح. نعم يا اختي. بحب الصراحه كده، حتى الناس بتقولي ربع ثقتك، بقول لهم ما بصش على كومنتات، انا نزل الفيديو عاجبني مش عاجب الناس، لبسي عاجبني ما يعجبش الناس. انهم يتبعون دينا جديدا فماذا نحن فاعلون. لو الشرع محلل الست تتجوز 4 مرات، تتجوزي كم مره؟ لا هي مره واحده، انا عايزه امير، انا فارس ليا يجي لي انا بس. ده انت الواحد يتجوزك في الوريد. لو اتيح ليكي تلبسي طاقيه الاخفاء يوم واحد، ايه اكتر حاجه مجنونه هتعمليها؟ هسرق البنك المركزي. وهتعملي ايه بالفلوس؟ هعمل ايه بالفلوس؟ اخلي ماما تحج. سيبني عليه، هيشيلني هيشيلني. ايه اكتر اغنيه معلقه معاك الصيف ده؟ سطلانه وعصام صوصه برضو. بصراحه الاسماء قذره جدا، مش مواكبه الحفله، انا اسف. الستات بتحب الراجل الباد بوي والتوكسيك ولا لا؟ يعني ويعني، بس انا ما بحبش الباد بوي بصراحه، انا بحب الشديد. اصل الباد بوي ده هنعمل ايه؟ انا عايز واحد كده شديد كده، يقول لي البسي حلو وتلبسيش حلو، ايه اللي انت لابساه ده، ويزعق لي كده. ستوب يا ابني، تعالي بقى عشان انا سكتلك. ايوه وانت هبله. يعني ويعني، بس انا اصلا من طبعي ان انا مسيطره، بس الصراحه بحب اللي يشكمني شويه. اكسلنت يا بيبي. رحت الساحل الطيب ولا ايه؟ رحت الساحل الطيب، كنت لسه فيه من قيمه اسبوعين. ما رحتيش للساحل الشديد؟ ما حبيتش الصراحه الجو هناك، انا بحب الروقان، ما بحبش انا الجنان والتنطيط كتير غير في اوقات معينه. انت بقى تترند.